الفرص قدامنا صعبة ومفيش بديل عن المكسب. اللاعبين كلهم دلوقتي بقوا على قلب رجل واحد علشان الفوز والتأهل لدور ال 16 في البطولة. امبارح المنتخب خاض آخر تدريب ليه استعدادا لمباراة غانا. خلونا نتكلم أكتر عن كواليس التدريب وكواليس اللي بيحصل في معسكر المنتخب مع كريم سعيد الناقد الرياضي. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا هلا، صباح الخير لكل المشاهدين. عايزين نعرف كواليس التدريب، ايه اللي كان بيحصل امبارح؟ اكيد طبعا مباراة النهارده واحدة من المباريات اللي في تاريخ المنتخب هتبقى حاسمة وفاصلة في كأس الأمم. مباراة طبعا احنا حطينا نفسنا فيها بسبب صعبناها على نفسنا مع الأسف مع موزمبيق. بالظبط. طبعا واضح جدا من التصريحات في توريا والأخبار اللي جاية لنا من أبيدجان ان في تغييرات هتحصل النهارده على التشكيل. اعتقد التشكيل اللي لعبنا بيه ماتش موزمبيق ما كانش هو الافضل. التاكتكس برضه بتاعتنا ما كانتش هي الافضل في حته المهام للعيبه. اكيد طبعا محمد صلاح لاعب لا غنى عنه في التشكيل الاساسي منتخب مصر، ولكن يجب وضع في الاعتبار ان محمد صلاح لازم يكون في حد دايما بيساعده في الدور الدفاعي في ظهره. لانه اتضح جدا 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 ان منتخب موزمبيق بعد 45 دقيقه اولى يعني خدعونا فيها، افتكرناهم فريق متواضع او فريق يعني صحيح جاي يعني يؤدي مهمه وخلاص، فجئنا اظهروا لياقه بدنيه عاليه جدا كمان وهجمات مرتده. واضح جدا هم كانوا مأجلين الامر ده للشوط الثاني عشان يفاجئونا بيه، واحنا فعلا انخدعنا في خلال 5 دقائق من 1-0 نتيجه قرايه 2-1 وبقت اتأزمت الدنيا بالنسبه لنا. اعتقد يا هلا النهارده ان فيتوريا هيبقى يعني مش عايز اقول مجبر، بس هو طبعا اكيد شاف الاخطاء اللي هو وقع فيها وهي طبعا مسؤوليته. فاعتقد ان احنا من كلام الاخبار كلها اللي جايه من التدريبات هناك ان شاء الله النهارده هنلاقي فيه تغييرين او 3 تغييرات في التشكيل الاساسي عن التشكيل اللي بدا ماتش موزمبيق. طيب انا هتكلم معاك عن تصريحات فيتوريا اللي قالها امبارح في المؤتمر الصحفي، بس انا عايزه اعرف تفتكر هو توجيهاته ايه للاعبين؟ يعني ممكن في ظل الماتش اللي فات مع موزمبيق يكون بيوجه اللاعبين لايه بالظبط؟ طبعا اكيد هو بدا يستشعر الحرج، وعايز افكر الساده المشاهدين بلقطه حصلت في ماتش موزمبيق بعد الهدف الثاني. زي ما شفنا فيتوريا ماسك الفوطه وبدا ينشف وشه رغم ان هو ما كانش عرقان، بس هي كانت حركه يعني عارف اللي هي ايه، حركه لا اراديه منه. وضحت ان هو اتوتر. طبعا هو واضح جدا جدا من كلامه حتى في المؤتمر ان هو بيشحن اللعيبه لمباراه غانا بشكل مختلف، وان فعلا ما فيش مجال للتهاون خلاص، لان الفريق فعلا هتتكلم يا هلا ان بطوله كاس الامم الافريقيه بعد تحولها ل 24 منتخب دور المجموعات ده بالنسبه لك دور سهل مش صعب. يعني اصلا المفروض البطوله تبدا صعوبتها من دور الثمانيه، حتى ما نقولش من دور 16. يعني احنا اصلا بدري قوي احنا حاطين بدري قوي على الزنقه دي في حزب بيرما بصراحه، بدري جدا جدا. فطبعا اكيد هو بيقول لهم اكيد يعني ان احنا ما فيش مجال خلاص، وهو طبعا الدور بتاعه عشان برضه نبقى احنا واضحين كل واحد يشوف ديسكريبشن، يعني هو مهمته انه يحط افضل تشكيل ويودي المهاجمين باكبر عدد من الهجمات على مرمى المنافس ويقلل من عدد الهجمات على مرمى. هو ده مهمه المدير الفني في التكتيك بتاعه، التنفيذ ده من اللعيبه. صح. فاحنا ان شاء الله باذن الله باذن الله نتمنى ان شاء الله يا رب يكون هو ذاكر كويس وعالج اخطائه ونشوف ده النهارده باذن الله. طب نتكلم عن تصريحاته امبارح في المؤتمر الصحفي، قال انه مش هيبص لتاريخ المباريات السابقه ما بين مصر وغانا لان كل فريق بيتطور. تفتكر ده معناه ايه او بتفسره ازاي؟ تصريح تقليدي جدا. اكيد طبعا المباراه ما لهاش اي علاقه يعني بالهيستوري ولا بتاريخ اي او النوستالجيا ما بين المنتخبين مليون في الميه. ماتش النهارده اكيد ماتش منفصل تماما، وماتش هو لازم ياخده ماتش لوحده. وعايز اقول لك برضه حاجه ان هو برضه لازم طبعا هيبص على ماتش غانا وكاف فيردي، لان كاف فيردي او الراس الاخضر يعني عمرو المنتخب الغاني وخطفوه في لحظه 90 زي ما بنقول بشكل غير متوقع برضه. عايز اقول لك النهارده منتخب غانا لو في تغييرين لو عملهم هنشوف فريق مختلف تماما عن السنه دي شفناه قدام كاف فيردي. واحد مع عوده محمد قدوس اللاعب الغني طبعا لاعب مهم جدا جدا في خط الوسط،
هو كان مصاب وما لعبش الماتش الاول، لو النهارده بدا هنشوف خط وسط مختلف تماما لمنتخب غانا. التبديل الثاني هو انياكي ويليامز مهاجم اتلتيكو بيلباو، هو كان على الدكه في المباراه الاولى. هويتون المدير الفني الايرلندي لمنتخب غانا حطه على الدكه واشركه في الشوط الثاني. اعتقد انياكي ويليامز النهارده بنسبه كبيره ممكن يبدا من بدايه المباراه، لاعب سريع جدا 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 جدا، واحد طبعا من نجوم الدوري الاسباني كلنا بنتفرج عليه في ماتشات برشلونه يعني في كوتاو قدام برشلونه قدام ريال مدريد. فانا بشوف طبعا مرتبط زي ما احنا عندنا موقف صعب، منتخب غانا عنده موقف اصعب مننا ان هو خسر المباراه الاولى وما عندوش اي مساحه ان هو يعني يفقد المزيد من النقاط. طبعا مع طبعا احنا سمعنا الهجوم الشديد اللي تعرض له الجهاز الفني منتخب غانا بعد مباراه كاس فيردي في الفندق وهجوم الجماهير الغانيه عليهم، فهم برضه موقفهم اصعب مننا. فاتمنى يكون روي فيتوريا متابع الكلام ده، لان برضه بيني وبينك بصراحه روي فيتوريا في كلامه بالنسبه لي يعني انا على المستوى الشخصي مش مطمئن. انا حاسس ان هو متوتر جدا كلامه، يعني هو قبل حتى البطوله كنت تحس كده ان في نبره يعني نبره دراميه في كلامه، ياخد الامور للسك يعني مش بروفيشنال يعني. لما يتسال على مدافع يقول لي اصل عندي الساعه السويسريه على احمد سامي، بعد كده فاجئ ان الساعه السويسريه اللي هو اختارها ما حطوش في التشكيل الاساسي، ما حطوش اصلا في السكور شيت بتاع ماتش موزمبيق. يعني في بعض الامور بصراحه اللي احنا طبعا الاعلاميين بياخدوا بالهم منها، ربما الجمهور ما ياخدش باله لكن الاعلاميين بياخدوا بالهم منها. فاتمنى بصراحه كلنا نتفاداه، واكيد اكيد اكيد طبعا احنا مش هنحاسب المدير الفني غير بعد نهايه المشروع في البطوله. اكيد طبعا. طب ايه معلوماتك يا كريم عن تشكيل فريق غانا النهارده، وتتوقع ايه الاستراتيجيه اللي هيلعبوا بيها النهارده في الماتش؟ شوفي طبعا زي ما قلت لك، هو طبعا هو الفكره ان هو دول اهم تغييرين اللي انا قلتهم لك من شويه، محمد قدوس ونيكي ويليامز. دول محمد قدوس طبعا هو طبعا حصل امبارح، انا في وجهه نظري من دول ما يشبه التمويل، لما اتسال على محمد قدوس في المؤتمر الصحفي قال هو لسه احنا ما اتاكدناش من شفائه، لسه هنشوف وهنقرر مشاركته في المباراه من عدمها صباح النهارده. طبعا ده كلام اكيد مش منطقي خالص، مفيش فريق في الدنيا بيقرر مشاركه لاعب صباح كام مباراه، ده مستحيل. قلت من قبليها انا بقول لي بنسبه كبيره، بنسبه 90% محمد قدوس هنشوفه النهارده في مباراه اساسي. برضه بأكد في نسبه كبيره هيكون اساسي النهارده على حساب اندريا يو. حسب على العموم بنشكرك جدا كريم سعيد الناقد الرياضي، طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني النهارده، احنا كلنا هنبقى متابعين الماتش واحنا في حاله من الترقب، لكن طبعا كل الامنيات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني.